السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة الديك الذهبي. كنتمنى أن الكل يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. دونك إن شاء الله بالنسبة لهذه الحلقة ديال اليوم، إن شاء الله دائما تنبقاو في السلسلة ديال الحلقات اللي فيها وصفات طبيعية لتقوية مناعة الدجاج. يعني وخدمنا على اساس وصفه في اليوم لمده اسبوع. اليوم ان شاء الله عندنا الوصفه الرابعه من الاسبوع، وهي اللي كنا قلنا ان شاء الله هي وصفه يعني طبيعيه اللي غنخدموا فيها على دي فيتامين اي دي مينيرو، المعادن اللي هما طبيعيه ان شاء الله. وبالنسبة للإخوان، يعني مسألة أننا كنخدموا بهاد المواد الطبيعية، كاين اللي ربما غادي يشوف يعني الفيديو يقول لك زعما جاب الدجاج لهاد المسائل اللي هي طبيعية، ولكن باش نزيدو نوضحو الدواجن راه ضروري خصها تاكل سيرتو الخضروات. يعني راه ما يمكنش، راه في أوروبا لي زيلفور يعني تيقول لك كل دجاجة خصها 1 متر كاري ديال الغازون في العام. يعني وهاد المسائل هادي احنا دابا فاش كنحبسوا الدجاج، يعني فاش كنسجنوا واحد الطائر، خصنا نكونوا عارفين بزاف ديال الحوايج قبل ما نسجنوه. يعني طبيعه التغذيه ديالو فاش كان في الطبيعه والسلوك ديالو، الا عرفنا هاد جوج ديال الحوايج نقدروا يعني نهجنوا او يعني نربيو هذاك الطائر يعني في سجاني ولا في الاقفاص. الدجاج ملي غندوي على المسائل اللي هي طبيعيه، راه كان تيلقاها بكري، كان الدجاج سارح، دونك فاش كان تيسرح راه تيمشي تيهبش في التراب تيقلب وفي التربه، وداك الشيء راه كياكل الحجر تما، تيلقى معادن اللي هي كاينه في التربه. عاود بالنسبه للشريع يعني استسمح الشعير المستنبت، دونك انا شحال هادي ما خدمته، لكن بحال الشعير المستنبت كيخدم مزيان للطيور والدواجن. دونك حتى يعني ملي تنقولوا الدجاج القديم ولا ما كانوش لي مالادي ولا الدجاج البلدي فاش كان يعني ضيع وداك الشيء كان مزيان، فراه كان تيكتسب المناعه ديالو من الطبيعه، دونك وكان تيسرح وتياكل هذاك الشعير المستنبت. يعني بالنسبه للخضروات وسميتو راه كان تيهبش تيضيع، تتكون الخضره يعني فاش كان في العروبيه اوتوماتيكمون الناس اللي في الباديه كتكون عندهم يعني واحد المساحات اللي هي دايرين فيها الفلاحه، فتما تيمشي تيقلب على راسو ومن تما تياخذ يعني كاع الحاجيات ديالو من لي فيتامين ومن لي مينيرو. هذا هو علاش مي ملي حنا تنحبسوه دونك هنا خصنا نوفروهم ليه. الا ما كانش غادي يسرح وكنا غادي نخدموا ما عندناش لي سباس وما عندناش مسرح اللي هو غني، فدونك فاش غنسجنوه خصنا نحاولوا نوفروا ليه هذيك المسائل اللي كان كيلقى في الطبيعه. دونك لهذا ان شاء الله اليوم غادي ندير واحد الباناشي، باناشي خطير خاص بالدواجن واللي هو غني بلي فيتامين، وعاد غنشوفوا المعادن، غنعطيكم واحد الماده حتى هي اللي كنستعملها اللي هي غنيه بالمعادن. دونك نحاولوا نشوفوا ان شاء الله الفيديو. دونك بالنسبه للوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا المكونات. دونك عندنا بالنسبه للخضره كنستعملوا الحار، فلفله حاره راه غنيه بفيتامين دي اكثر من الليمون، باردون فيتامين سي دي اكثر من الليمون، وسيرتو في هذه الحاله البارد راه مزيانه، والحار اون بليس مساله الديدان ولا داك الشيء راه تيقضي عليها، دونك راه كيخدم الطيور مزيان. عندنا الباربا، البصله، خيزو، الخص، النعناع، وفليو، يعني راه هاد المكونات كاملين، الحامض راه صار جوج حامضات هنايا، دونك هاد المكونات كامله رانا طحنتها باش ما نضيعوش الوقت ما نطولش عليكم. هذا هو الباناشي ديالنا. دونك هنا خدمنا على لي فيتامين وخدمنا تاع على بعض مضادات الأكسدة. البصله، الاخوه اللي بغى يعطي البصله يحاول يعطيها بهذه الطريقه، يحاول يطحنها ويخلطها مع الماكله،
ولا المولف هاد الدجاج ديالو يعطيها ليه قطعها ويعطيها ليه، لان يعني البصله في الماء راه ماشي شي حاجه يعني ايفيكاس وماشي شي حاجه زوينه. دونك من الاحسن البصله تعطى فريش اون فوا تقطع تعطى للدجاج. دونك المكون اللي هو زيد عندنا مغرب، هنا خدمنا على لي فيتامين، وكاين حتى معادن يعني بالنسبه للخضار كنتم عارفين تيكونوا فيها يعني حتى المعادن. دونك باش نزيدو نعزو النسبه ديال المعادن، دونك هنا خدمنا بالملحه الحيه. دونك الملحه الحيه راه معروفه الحيه ماشي الملحه العاديه انها غنيه بالمعادن. دونك هنا راه خديت تقريبا واحد 30 غرام بحال هكاك 40 غرام ودقيتها ودرتها في الماء، يعني هذه غنخلطها مع السيكالين باش غتشريها فيتامين وهذا يعني من الاحسن فيتامين طبيعي. هذا الشيء كياخذ الوقت، داك الشيء علاش حنا يعني ولا بزاف ديال لي زيلفور في العوض ما غادي يبقى يخدم ويضيع الوقت، يفضل انه يشري فيتامين يعني اللي هو ربما صناعي. دونك هادشي كامل كما قلنا قبل كان تيلقاه الدجاج في الطبيعه، لي فيتامين اللي من هادشي الخضروات راه كان تيلقاها في المسرح، يعني الا كان واحد المسرح غني راه تيلقى فيه هادشي. بالنسبه للتربه والهبيش وداكشي راه كيلقى فيه يعني بعض المعادن وتيلقى البروتين الحيواني. المشكل الاشكال ديال البروتين وبالاخص البروتين الحيواني هو احسن من البروتين النباتي بالنسبه للحيوانات، يعني اللي تيعطي التسمين وتعطي يعني الوزن فهو نسبه البروتين الطالعه، وسيرتو البروتين الحيواني. كاين البروتين النباتي اللي كنلقاو في الصوجا في الفول، يعني كاين في المسائل اللي هي نباتيه، وكاين يعني بروتين حيواني اللي كنلقاوه في الحوت. وهنا الدجاج بكري فاش كان تيسرح ولا الدجاج في المسرح فبالتالي تياكل الديدان، يعني هذاك هو بروتين حيواني. كاين جوج ديال الانواع الديدان وداك الشيء صعيب هنا في المغرب مازال ما وصلناش كيعطيوهم الفراخ وداك الشيء، لان ليلفاج ديال هاد القبابي يعني الدود القبابي ولا هذيك الذبابه القرموزيه كاين واحد الانواع اللي تيتربوا ولاو كيديروا ديزيلفاج ديالهم. هنا في المغرب مازال شي حاجه قليله، يعني مازال ما وصلناش لواحد النيفو اللي هو كبير باش نبداو نستعملوه. مي في اوروبا يعني سيرتو في الدول الاوروبيه في الاسبانيا راه ولات شركه يعني كدير الذباب القبابي المحمص، يعني ولا تا هو تيتباع في دي ساشي بحال الخدمه اللي تنديرو حنا مع السمك. دابا بالنسبه للسرديل وداك الشيء باش كنديرو دقيق السمك تنخدمو بالسرديل. دونك السرديل سوا كتشمشو كتنقيه وتتشمشو كطحنو، سوا كتشعلي الفران في واحد 200 دوغري تيسخن، من بعد تطفي الفران وكتدخل ليه الحوت وكتخليه يبرد عليه، عاود تشعل الفران تيسخن عاوتاني وتعاود طفيه وتخشي الحوت حتى داك الحوت كينشف، ومن بعد كنطحنوه وكندخلوه كنزيدوه في، لان النسبه ديال البروتين اللي كاينه في السيكاليم يعني عند الشركات اللي هنا في المغرب ما بين 18% حتى كاين شركات اللي عندهم 19.5-20% يعني بين وبين، وهي بالنسبه للكتكوت راه خصو حتى 22% يعني 26 ولا هذه بزاف، مي 22% تتعطي يعني سيرتو الناس اللي كيخدموا على اللحم وعلى لاماس راه البروتين. حاولوا تبقاو تزيدوا هاد الدقيق السمك تزيدوه في البروتين تيكون ديجا في السيكاليم، ولكن الا بغيتوا تزيدوا النسبه حاولوا تخدموا سوا بالدود القبابي ولا المسائل هذه راه قليله، يعني اللي عندنا متوفر هو دقيق السمك، سواء كتشريه راه رخيص ما غاليش بزاف سواء كتخدمو عندك. دونك باش تطلع النسبه ديال البروتين. بالنسبه للملح راه غنيه بالمعادن معروفه، يعني الثدييات الحيوانات الاليفه راه الثدييات تيديروها الغنم تيديروها البقر، لدرجه انني كنت شفت واحد يعني باش نبين لكم ان الحيوان فاش كيكون في الطبيعه كلام اخر. كنت شفت واحد الروبورتاج ديال هذاك الماعز لاروي في واحد المحميه، وواحد الوقيته فين تيمشي هذاك لاروي سيرتو في الصيف، يعني في الشتاء تيكون ياكل الربيع وتتكون الخضروات وداكشي تياخذ هذوك المعادن اللي خاصينو، مي في الصيف كان تيمشيو دايرين واحد البراج يعني حابسين به واحد البلد واحد الواد، وهذاك البراج يعني صعيب باش يطلع فيه، يعني صعيب باش تسلقوا ولا باش تطلع فيه حيط تقريبا ميل شويه ولكن صعيب. هذاك الماعز لقاوه انه تيمشي تما
وتيطلع يعني شو الصعوبات، كاين اللي كيموت يعني الولاد اللي طاح ولا شي حاجه كاين اللي كيموت. ولقاوه كيطلع تما في الصيف، ما بقاو تيبحثوا يعني ما عرفوش علاش تياخذ هذاك لو ريسك كامل باش يطلع تما. فاذا به لقاوه مع الجهه الاخرى فيها الماء، وتدوز ديك المعادن في الحيط وتتخرج بحال الملحه يعني بحال هاد المعادن تتخرج في هذيك الجهه، دونك تيطلع تما سبيسيالمون باش ياخذ الحاجيات ديالو من المعادن، تيريسكي بحياته لانه محتاج لهذيك الماده. دونك هادشي علاش ملي كنعرفوا السلوك وتنعرفوا التغذيه ديال واحد الطائر ولا واحد الحيوان الطبيعيه ديالو في الطبيعه، ففاش تنسجنوه نحاولوا نوفروا عليه باش تكون عندنا انتاجيه مزيانه. دونك باش ما نطولش عليكم، دونك هذا هو الباناشيرا قلنا سميتو. كما العاده عندنا 2 كيلو تقريبا ديال العلف، هادو حبوب يعني راه كنت شرحت ديك الخطره يعني شنو فيهم. دونك غادي ميلونجيوه معاه داكوغ استسمح. وعندنا بالنسبه هنا سيكاليم، تنخدم حاليا بلونغريسمو تيوقف الدجاج ويجمع راسو، نبغيو البروديكسيون ان شاء الله ندوزو للبياضه. ديما كندخل ب 30-40% ديال السيكاليم لان ما نقدروش نستغناو عليه باش نتفاهم. دابا كاين شي ناس دابا تيقول لك انك تعلف علف طبيعي وانك كذا وانك كذا، راه صعيبه ما ساهلاش. علاش؟ احنا تنشوفوا التجربه السيمانه كل اسبوع كنديروا خلطه، واش يمكن لكم يعني حنا تنديروا هذا الشيء ولكن واش غنواظبوا عليه؟ صعيب باش نواظبوا. دونك هنا السيكاليم جامعين فيه هذا الشيء كامل اللي هضرنا عليه، فيه دي مينيغ، فيه الحوت اللي هو دقيق السمك بروتين، فيه الذرة، فيه الصوجة، فيه يعني واحد الوصفة اللي حاولوا يجمعوا فيها كاع هذوك الحاجيات ديال الدجاجة. فهمت علاش تيديروا الدجاجة البياضة وعلاش تيديروا لونغريسمون فلوس، علاش كيديروا الديماراج حاجيات ديال الكتكوت مع الكتكوت اللي هو كبير شوية مع الدجاجة اللي هي في بروديكسيون. دونك كاينين أنواع خلطات، دونك ربما هو اللي زيد فيه هو ان زيد شي حوايج وزيدين ربما مواد حافظه وداكشي يعني كيبقى صناعي، مي بغيتو تعرفوا هو شر لابد منه. لان ما خدمتيش بالسيكاليم، شتي ناس انا تيقول لك السيكاليم وحقات الحبوب ما خدامش الدجاج البيضاء داكشي كامل، هضره خاويه. والله ما كان السيكاليم لا خدمتي، ما عدا الا كنتي كتربي واحد التربيه الاكتفاء الذاتي عندك شي دجيجات طالقهم وهادي وي، مي كمشروع راه ما يمكنش تستغنى على السيكاليم. اللي تنقولوا حنا نقدروا نخدموا الفلوس، وهذا الشيء اللي تيخدموا الناس تا ديال البيو، الفلوس كديماريه 100% ديماراج، ومن بعد كتبدا تخدم شويه سيكاليم وشويه حبوب حتى تولف انه يكبر ويجمع راسو وتقدر تمشي معاه في الحبوب. مي باش تمشي من ا تال زد من الحبوب ما يمكنش، راه انت ماشي غادي دير عندك 100 دجاجه ولا خدام على 600 فلوس وغدير كسكاس وبورما وتبدا تشعل وتبدا تسنى وتفور ليه الضرا في صغرو وتفور ليه البلبوله وداكشي ديال قديم. وي هذوك الناس كانوا كيديروا اكتفاء ذاتي، مي بالنسبه لك كمشروع راه يكذب عليكم كذاب، هذيك هضره خاويه. الناس كتبغي تسوق منتوجها كتبدا تقول حقا طبيعي كنعطي الحبوب يعني باش هادي، وديك الهضره ديال حقا الدجاج اللي تياكل الحبوب يعني البيض ديالو يعني حتى في التقراق وداكشي ماشي هو الدجاج اللي كي يعني تياكل السيكاليم، باش خدامين لي كوفوار وباش الدجاج الرومي كاين وباش الاعداد الكبيره ديال الدجاج مناش، راه كلشي بالسيكاليم. دونك ما نبقاوش نقولوا للناس شي حاجه اللي حنا اصلا ما مقتنعينش بها، ولا شي حاجه باش نبيعوا المنتوج ديالنا. داكشي اللي كتخدم به التجربه ديالك عطيها للناس، داكوغ زوينه خايبه قبلوها ما قبلوهاش هذاكشي الامر تيخصهم. دونك بالنسبه للملحه راه خلطتها مع السيكاليم، داكوغ حاولوا نخلطوها مزيان لان مع السيكاليم غتشد ليا مزيان اكثر من الحبوب. دونك وبالنسبه للباناشي راه مشى مع الحبوب. هنا الا كان باقي مطلوق غادي نحاول السيكاليم راه غادي يجمعوا، وتقدروا ما عنديش دابا انا كنزيد حتى الخبز يعني بالنسبه للناس الخبز يابس مطحون تقدر تضيفه في هذه الوقيته، تقدر تضيف النخاله دونك باش تجمع هاد الخلطه وان شاء الله تعطيها للدجاج ديالك ويستافد منها 100%. لان الدجاج الا ما كانش مولف يعني تياكل الربيع والبصله وداكشي ديريكس وكان شبعان ما غيبغيش ياكلها لك. دونك فاش كتخدمها ليه مع الميلونج ديالو اللي مولف تياكلو، دونك هنا تيكون اقبال على انهم ياكلوها. دونك بالنسبه للحلقه ديال اليوم
ان شاء الله راها سالات. بقى لينا هذه الحلقه الرابعه، بقى لينا حلقه واحده ان شاء الله في هذه السلسله اللي هي الحلقه الخامسه، ومن بعد غنديروا يومين يعني ديال الروبو. هذه الحلقه الخامسه ان شاء الله مهمه، غنهضروا فيها على واحد الماده اللي هي مهمه، وغنهضروا فيها على شنو بقى لينا. بقى لينا البروبيوتيك، غنحاول نعطيكم واحد جوج ديال لي بروبيوتيك اللي هما طبيعيين واللي هما عندهم واحد الايجابيات كبيره يعني بالنسبه للدجاج، لا بالنسبه لنسبه التحويل، لا بالنسبه ل يعني باش نكثروا دوك لي ميكروب ميكروبات يعني الايجابيه ديال المصارن اللي كتساعد في الهضم. وان شاء الله غنحاولوا نشوفوهم في الحلقه المقبله. كما العاده تحيه للولاعه وتحيه للمواليع، ودمتم في رعايتي.